السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل بقى الجزء الثاني من المحاضرة الثانية. بيقول بقى ايه اول حاجة الفيلريزيز، اللي هو الفيلريزيز ده عامة المرض اللي احنا اتكلمنا طبعا على الليمفاتيك فيلريزيز، ولكن الفيلريزيز بشكل عام واشمل هو يعني اسكوز باي انفكشن ويز بارازايتس معينة. هم طبعا من عيلة اللي هم النيماتود زي ما احنا قلنا، اللي هم الراوند وورمز الديدان الاسطوانية، الفاميلي بتاعتهم اللي هي اللي اسمها الفيلاريوديديا. تمام. طب انتشارهم بيبقى عن طريق ايه؟ عن طريق البلاد فيدنج انفكتس، يعني الحشرات اللي بتتغذى على البلاد، اللي هي طبعا بتروح على الانسان تغذي السكين بتاعه وتاخد بلاد ميل. زي مين؟ زي اللي هم البلاك فلايز والموسكيتوز. طبعا احنا عارفين الموسكيتوز دي كانت الفيكتورز بتاعه الوشيريا بانكروفتي والبروجيا مالايي والبروجيا تيموراي، ولكن البلاك فلايز هناخدها النهارده هي الفيكتور بتاع الاونكوسيركس فولفيروس. تمام. في عندنا بقى 8 من الفيلاريا الورمز دول بياخدوا الانسان كديفينيتيف هوست، يعني عائل اساسي. طب احنا بنقسمهم لثلاث جروبات. طب احنا بنقسمهم على اساس ايه؟ على اساس البارت اوف البادي زي افكت، يعني على اساس الجزء في الجسم اللي هما بيأثروا عليه. زي ما اول حاجه اول جروب طبعا اللي هو الليمفاتيك فيلاريز. الليمفاتيك فيلاريز ده اللي احنا طبعا يعني اخدناه في البارت الاولاني بالتفصيل، اللي هما الوشريريا بانكروفتي والبروجيا مالايي والبروجيا تيموراي. تاني عامه جروب السبكوتينيوس فيلاريز. طبعا السبكوتينيوس فيلاريز من اسمها بيكون موجود عامة، الديدان دي بتكون موجودة في اللير جاست اندر السكن، يعني اللير اللي هي تحت السكن على طول. طب مين الديدان دي؟ زي عامة اللي هو اللي هي الاي ورم اللي هي الدودة بتاعة العين، وعندنا كمان المانسونيلا استريبتو سيركا، وعندنا الانكو سيركا فولفيلاس. والانكو سيركا فولفيلاس هي دي الموضوعنا النهاردة، اللي هي عامة بتسبب الريفر بلاندنس اللي هو العمل النهري او حاجة زي كده. تمام. تالت حاجة اللي هم عامة السيروس كافيتي فيلاريزز، من اسمه كده هو بيوكيباي السيروس كافيتي اللي موجود في الابدومين. مين هي دي الورمز دي؟ هم المانسونيلا بيرستانس دي اول واحدة، وبعدين تاني واحدة المانسونيلا اوزرداي، وبعدين تالت واحدة اللي هي الدايروفيلاريا اميتياس. تمام. الدايروفيلاريا اميتياس دي هي عامة دودة تبع الكلاب، وهي يعني نادرا جدا ما بتصيب الانسان. يبقى سريعا كده نلم الجزئية دي. الفيلاريز ده هي الفيلاريز ده عامة هو عبارة عن انفكشن بيجي بسبب بيجي انفكشن من بارازايتس معينة اللي هي من عيلة النيماتودز، طبعا عن طريق يعني بينتشر عن طريق البلاد فيدنج انسكس اللي هي الحشرات اللي بتتغذى على البلاد، زي طبعا البلاك فلايز اللي هي الفيكتور بتاع الاونكوسيركس فولفيلس، والموسكيتوز اللي هي بتوع الليمفاتيك فيلاريزز. طبعا احنا عندنا 8 ديدان من الفيلاريا الورمز مشهورين قوي بياخدوا الهيومن ده كديفينيتيف هوست. بنقسمهم لثلاث جروبات، التقسيمه على اساس ايه؟ على حسب البارت اوف البادي اللي هما بيأثروا عليه. اول حاجه الليمفاتيك فيلاريزز، ودول احنا قلنا الثلاث ديدان الخاصه بيهم، وبعدين السبكوتينيوس فيلاريزس قلنا اللي هو لوا، وقلنا الانكوسيركس فولفيلس، وقلنا المانسونيلا استريبتوسيركا. وبيكونوا موجودين فين؟ بيبقوا موجودين في اللاير جاست اندر السكن. طب وبالنسبه للسيروس كافيتي فيلاريزس بيكونوا بيوكيوباي مين؟ السيروس كافيتي بتاعه الابدومين. زي مين؟ زي المانسونيلا بيرستانس والمانسونيلا ازرداي والدايرو فيلاريا اميتياس. تمام. هنيجي بقى نتكلم بشكل تفصيلي عن اللي هي الانكوسيركاس فولفيلس. الانكوسيركاس فولفيلس دي الديزيز اللي بتسببه اسمه ايه؟ اسمه الانكوسيركيزس، او اسمه التاني الليفر بلندس. طب احنا ليه سميناه الريفر بلندس او العمى النهري؟ لانه بيحصل بسبب الحشرات او الحاجات المعينه بيكون لها علاقه بالاماكن اللي بيكون فيها انهار، يعني الانهار والحاجات دي بتبقى مليانه بالحشرات اللي بيكون فيها الفيلاري فورمولار والحاجات دي كلها، الحشرات اللي بتبقى شايلاهم يعني. فديزيز هنا اسمه الانكوسيركيزس او الليفر بلندنس. طب بالنسبه للجيوغرافيكال ديستريبيوشن، بيبقى موجود في التروبيكال افريكا والسنتر امريكا. تمام. دول الاماكن اللي بيكون موجود فيهم. نيجي نتكلم على المورفولوجي. المورفولوجي هنتكلم عن حاجتين، الادلت وعن المايكروفيلاريا. الادلت عامه بتكون لونج ثريد لايك نيماتود، معلومه ملهاش لازمه، المعلومه برضو اللي احنا عارفينها اكيد ان الفيميل دايما بتكون اكبر من الميل. فبالتالي احنا عندنا حتى بالقياسات مثلا 23 ل 50 مثلا سنتي دي الفيميل، هتلاقي ان الميل 3 سنتي بس، هتلاقي مثلا ان هنا هي ربع لحد نص كده مليمتر، اما الفيميل يا دوب 13 مليمتر. فاحنا بنقول ان الميل بيكون از ماتش سمولر، يعني اصغر منها بكتير. طب بالنسبه للمايكروفيلاريا، المايكروفيلاريا بتكون عامه انشيز، يعني مش متحوطه بشيز، والتيل عامه بيكون فري فروم نيوكلاي، يعني التيل ما بيكونش فيه نيوكلاي. تمام. نيجي بقى نتكلم عن الجزء الهام دايما وهو اللايف سايكل. اول حاجه عندنا بلاك فلاي اللي هي اسمها التاني اسمها السيميوليوم، هي بيبقى جواها او هي بتكون انفكتد عامه، فمعناها ان هي جواها ثيرد ستيج لارفا اللي هي الفيلاري فورم المايكرو فيلاريا. تمام. مايكرو فيلاريا سوري.
طبعا هي عامه بتعمل بقى بنتريشن للسكن بتاع الانسان ده، فبالتالي عن طريقه بقى الاسترديستيج اللارفا دي بتخش. فهي دلوقتي خشت، بتخش فين بقى؟ بتخش على السبكوتينيوس تيشو، تقعد جواه وتكبر بقى. بيبقى في عندنا ادلت ميل وادلت فيميل، بيحصل بينهم تزاوج، وهم موجودين فين؟ في السبكوتينيوس تيشو. بيطلعوا ايه؟ بيطلعوا انشيز دي مايكروفيلاريا. الانشيز دي مايكروفيلاريا دي بتروح على جزء، بيروح بيفضل في السكين، وجزء بيطلع على البلاد، وجزء بيروح للاي. تمام. هي دلوقتي بقى هنتكلم كلامنا عن المايكروفيلاريا اللي هي بتكون موجوده في البلاد. جت بقى دلوقتي خلاص، هي في مايكروفيلاريا اوريدي في البلاد بتاع الهيومن ده. جت دلوقتي بلاك فلاي، يعني هي سليمه عادي، بس هي جايه تاخد بلاد ميل عامه من الهيومن ده. فبالتالي وهي بتاخد بلاد ميل، اكيد دخل معاها مين؟ اكيد دخل جواها المايكروفيلاريا. تمام. المايكروفيلاريا دي دخلت بعد كده، عملت بنتريشن للميد جت، وبعدين وصلت لثوراسيك مسل. طبعا احنا عارفين الجزئيه دي من اللايف سايكل بتاعه الويشيريليا بانكروفتي. تمام. ايه اللي هيحصل بقى؟ هيحصل عامه ان المايكروفيلاريا دي هتتحول للفيرست ستيج لارفا، وبعدين من الفيرست ستيج لارفا للثيرد ستيج لارفا. اوكي. وبعدين بقى لما هي بتبقى خلاص ثيرد ستيج لارفا، تطلع على البروبوسيس بتاعه البلاك فلاي وتقعد جواها، تستنى ان البلاك فلاي دي تعمل بنتريشن لسكين لهيومن تاني، وتدخل جواه اللي هو الثيرد ستيج لارفا. ودي اللايف سايكل. نعدها تاني بسرعه. قلنا بلاك فلاي عامه هي انفكتد بلاد فلاي، عامه جوه البروبوسيس بتاعها الثيرد ستيج من اللارفا، عملت عامه بنتريشن للسكين بالبروبوسيس بتاعها، فبالتالي دخلت ايه؟ دخلت الثيرد ستيج لارفا. في طبعا السبكوتينيوس تيشو حصل بقى ديفلوبمنت ليها، جالي دلوقتي بقى في ادلت ميل وفي عندنا ادلت فيميل، حصل ما بينهم تزاوج، فطلعوا الانشيز مايكروفيلاريا. المايكروفيلاريا دي في جزء بيفضل عامه في السكن، وفي جزء بيطلع على البلد، وفي جزء عامه بيروح للاي. احنا دلوقتي كلامنا على الجزء اللي بيكون موجود في البلد. تمام. هو دلوقتي اوريدي في مايكروفيلاريا في البلد، في دلوقتي بلاك فلاي تانية سليمه تاخد بلاد ميل عامه، بيبقى جواها بتسحب معاها طبعا المايكروفيلاريا، وبعدين المايكروفيلاريا بتعمل بنتريشن للبلاك فلاي ميد جت والثوراسيك ماسل، بيتحول بقى المايكروفيلاريا للفيرست ستيج لارفا، وبعدين للثيرد ستيج لارفا. ولما تتحول ثيرد ستيج لارفا بتطلع على البروبوسيس بتاعه البلاك فلاي، تبقى مستعده خلاص ان هي هتطلع، هتدخل يعني مع لو البلاك فلاي دي عملت بنتريشن للسكين بتاع اي هيومن. تمام. نقرا بقى اللايف سايكل. قلنا الهابيتات عامه بيكون السبكوتينيوس تيشو اللي طبعا هي بتعيش في مين؟ اللي هو الادلت ميل والادلت فيميل. تمام. والادلت ده بينكابسوليت ان فايبرز تيومر لايك ماس، يعني عامه الادلت ورم بتحوط نفسها بفايبرز. تمام. بتبقى بقى بتعمل بقى يعني ماس كده شبه التيومر، بتبقى كده كتله يعني محسوسه اصلا من بره الجلد، بتبقى شبه التيومر. تمام. تاني حاجه الديفينيتيف هوست عامه هو المان الانسان. تمين الفيكتور عامة السيميوليوم اللي هي نفسها البلاك فلوي، يبقى هي ليها اسمين السيميوليوم والبلاك فلوي. طب بالنسبة للانفكتيف ستيج، الانفكتيف ستيج وهو الطول الماضي، ايه اللي بيدخل الجسم ويعمل العدوى، او ايه اللي بيطلع من البروبوزس بتاع البلاك فلوي ويدخل على السكين؟ هو المايكروفيلاريا او اللارفا اللي هي بتكون عامة في الثيرد ستيج زي ما احنا عارفين. اوكي. طب بالنسبة للمود بتاع الانفكشن، المود بتاع الانفكشن ازاي هي بتخش الجسم بتاع الانسان؟ عن طريق ان هي بتعمل بنتريشن للسكين. تمام. هي بتخش عامه انتر هيومن سكين لما الموسكيتو او اللي هي البلاك فلاي يعني ستارت تفيد على الهيومن بلاد، وهي جايه تاخد البلاد ميل بتاعتها، فبالتالي المايكروفيلاريا بتخش بقى من الـ الواند اللي هي عملتها، فبتخش فيها على السيركل سبكوتينيوس تيشو، وهكذا زي ما احنا عارفين تكمله اللايف سايكل. نيجي نتكلم على الباثولوجي. طبعا الباثولوجي فيه جزئيه مهمه جدا، ان اللي بيعمل الباثولوجي هو الديت او الدايج مايكروفيلاريا، على عكس الوشيريليا بانكروفتي اللي كان بيعملها الليفنج فعلا، يعني الليفنج وورمز عامه كانت بتعمل فيلاريال سيمبتومز والديت كمان وديجنريتنج، يعني هي سواء مثلا عايشه او ميته او متكسره كانت بتعمل الفيلاريال سيمبتومز في الوشيريليا بانكروفتي. ولكن الموضوع هنا بيختلف شويه في الاونكوسيركس فيلفيلس، ان هي عامه بتبقى اللي بيسبب عامه الباثولوجي، هي الباثولوجي بيبقى بسبب الديت او الداينج مايكروفيلاريا. تمام. هنيجي نتكلم بقى على الباثولوجي في كذا حاجه. اول حاجه السكيم،
على الجلد بيبقى عندي allergic inflammatory reaction. تمام، بيعمل ايه بقى allergic inflammatory reaction ده؟ بيؤدي الى ممكن يحصل هايبو او هايبر بيجمنتيشن، يعني ممكن يبقى موجود بقع في الجلد افتح او اغمق من الجلد. تمام، وبيحصل عامه سكين سيكنج، يعني بيحصل السكين عامه بيكون سميك اكتر من اللازم، وبيحصل لوس اوف السكين الاستيستي، يعني المرونه بتاعه الجلد بفقدها، بيبدا الجلد كده يبقى شبه الجلد بتاع الناس الكبار في السن. دي اول حاجه. بعدين في حاجه اسمها السوده. السوده دي هي كومن ليجن بتحصل في اليمن، يعني هي مشهوره جدا في اليمن. هي طبعا ستيت حاله من الهايبر رياكتيف انفلاماتوري ريسبونس. طبعا هي بتافكت اونلي السكين بتاع الليجز، يعني هي يعني متخصصه جدا او بتيجي بس في السكين بتاع الليجز، وكمان بتكون في رجل واحده كمان، يعني هي بتكون في رجل واحده والسكين بتاع رجل واحده بس، ما بتطلعش في اي مكان تاني. يعني ايه هايبر رياكتيف انفلاماتوري ريسبونس؟ يعني وليكن مثلا المفروض ان الاستجابه المناعيه مثلا تطلع وليكن مثلا خليه مناعيه واحده، لا دي هايبر رياكتيف ان هي ممكن يطلع، فبالتالي استجابه مناعيه بزياده جدا، فده بتعمل لي بقى ايه، بتخلي بقى شكل الجلد بيكون اغمق او كده، هناخدها قدام في الكلينيكال بيكتشر. بالنسبه للاي، بالنسبه للاي عامه، فبيبقى عندنا سيفير انفلاماتوري رياكشن اراوند الديد مايكروفيلاريا. في عندنا ديد مايكروفيلاريا اوريدي بتكون موجوده في الاي، فطبعا بيحصل ضدها سيفير انفلاماتوري رياكشن، اللي هو بقى بيطلع الايزينوفيلز والماكروفاج والحاجات دي كلها، فهو رايح، يعني انا بسميها اللي هو رايح يكحلها في عماها بالظبط، اللي هو رايح عشان بقى يصلح الدنيا هناك. بقى انا سامع ان في ديد مايكروفيلاريا هناك، فانت دلوقتي انت بقى حصل انفلاماتوري رياكشن اللي هو طلعت بقى الايزينوفيل والماكروفاج، فانت كده اصلا عملت بقى اوبتيك اتروفي، دمرتها اكتر وعملت لوس اوف الفيجن. تمام. وبعدين في الليمفادينايتس. الليمفادينايتس اللي هو طبعا احنا عارفين انفلاميشن في الليمف نودز، بيحصل كارزت للانفلاماتوري رياكشن اجينست الديد مايكروفيلاريا، بيحصل عامة تضخم في الليمف نود. طب تاني حاجة اللي هي عامة الأونكوسيركوما. الأونكوسيركوما دي معناها إن احنا عندنا الليفنج أدلت وورمز، يعني الادلت ورم اللي هي بتكون عايشه عامه، واحنا عارفين ان هي بتكون عايشه بتعمل ايه بقى، بتحوط نفسها بفايبرز. يعني احنا عندنا اهي، عندنا دي الادلت ورمز جوه اهي، دي محوطه نفسها بفايبرز زي ما هو واضح عندنا. بتعمل بقى ايه بقى وهي محوطه نفسها بفايبرز؟ بتعمل حاجه اسمها سبكوتينيوس نوديول، اللي هي اسمها التاني الانكو سيركوما. هي بتعمل سبكوتينيوس نوديول اللي هي حاجه اسمها الانكو سيركوما. طبعا هي بتروح بالذات للاماكن اللي بتبقى يعني على طول جلد على العظم، زي مثلا السكال، زي عندنا مثلا الكوع والحاجات دي، فهي بتبقى الاماكن اللي هي بيبقى يعني جلد وتحته عظمه على طول، فهي بتميل اكتر للاماكن دي وبتكون موجوده فيها. فهي عامه بتروح عامله ايه، بتروح محوطه نفسها بفايبرز انكابسول، وبعدين بقى يعني الورمز دي بتنكابسول نفسها من بره بفايبرس، بعدين بتكون السبكوتينيوس نديول اللي هي الانكو ساركوما. النديول دي عامه ايه صفاتها؟ هي بتكون فيرم ناشفه، بتكون راوند، بتكون نوت تندر ما بتوجعش، بيكون حوالي حجمها من 5 ل 25 مللي. طب بعدين بقى قلنا بعد كده ايه اللي بيحصل اصلا. النديول دي عامه بيبقى في الاول هي بيحصل كازيشن، وبعدين بيحصل فايبروزس، وبعدين بيحصل كالسيفيكيشن. يعني في الاماكن دي اول حاجه كان حصل فيها كازيشن، وبعدين تاني حاجه حصلت اللي هو الفايبروزس، وبعدين تالت حاجه حصل كالسيفيكيشن. دي بقى كلها على بعضها اسمها ايه، اسمها الانكوسيركوما او اسمها السبكوتينيوس نديول. نيجي بقى الجزئيه المهمه قوي اللي هي الكلينيكال بيكتشر، اللي هو الصوره المرضيه اللي بيجي عليها الناس اللي هم فعلا انفكتد لا او هم مصابين بالانكوسيركاس فولفيلس. الانكيبيشن بيريد بتاعه المرض عامه يعني بتبقى من 3 شهور ل 15 شهر، يعني من 3 شهور لحوالي سنه و3 شهور. يعني ممكن يكون حد مثلا اتقرص بالبلاك فلاي دي ويظهر الاعراض بتاعته بعدها بسنه او سنه و3 شهور كمان، يعني فمده طويله جدا. بنقول ان الانفكتد بيرسونز الاشخاص المصابين بيبقوا اسيمبتوماتيك، يعني بيبقوا مش عليهم اي اعراض، سواء هم عندهم او ما عندهمش السبكوتينيوس نديول. يعني احنا عند سواء هم عندهم السبكوتينيوس نديول دي موجوده او مش موجوده، طبعا احنا عارفين السبكوتينيوس نديول اللي بيكون جواها الادلت تورمز سواء هي موجوده او مش موجوده، فالانفكتد بيرسونز دول بيكونوا اسيمبتوماتيك، مش ظاهر عليهم اي اعراض. يبقى احنا تاني كده، يبقى الانكيوبيشن بيريود فتره حضانه المرض من 3 شهور ل 15 شهر بعد الانفكشن. الانفكتد بيرسونز عامه بيبقوا اسيمبتوماتيك، مش ظاهر عليهم اعراض سواء كان عندهم او ما عندهمش السبكوتينيوس نديول. تمام. الاوكولار مانيفيستاشن، الاوكولار مانيفيستاشن دي هي الموست سيريس كلينيكال مانيفيستاشن، اكتر حاجه خطيره ممكن تحصل بسبب الانكو سيركس فولفيلس دي، العدوى بتاعتها. طبعا بتؤدي لايه؟ بتؤدي لبايلاترال بلندنس، يعني عمى في العينين الاثنين. تمام. بالنسبه للانيميك افريكان ارياز، اللي هي عامه الافريكان ارياز المناطق الافريقيه اللي هي بتكون موبوءه اصلا، 90% من سكانها اصلا بيكون عندهم الانكو سيركس فولفيولاس دي، فدي نسبه كبيره جدا. والبلايندنس، العمى ممكن يحصل ل 4.2 ل 14.4% من الحالات المصابه، فدي برضو نسبه كبيره جدا، يعني ده عمى وبيحصل كمان في العينين الاثنين.
يعني تاني كده الاوكولار مانيفستيشنز هي الموست سيريس كلينيكال مانيفستيشن بتعمل باي لاترال بلندنس. طبعا عامه في الانديميك افريكان ارياز اللي هي المناطق الموبوءه 90% من البوبيوليشن عامه السكان بيكونوا انفكتد، والبلايندنس العامه بيحصل بنسبه 4.2 ل 14 و14% من الناس اللي هم بيكونوا اوريدي انفكتد بيها. تمام، نيجي دلوقتي للسكين ليجنز. لو احنا دي دلوقتي هنتكلم على الكلينيكال بيكتشر اللي بتكون ظاهره على السكين، اول حاجه بيكون في بلورايتس يعني ايتشنج يعني حكه في السكين ده. تاني حاجه بيكون السكين ده ممكن يبقى سوالون، ممكن يبقى متنفخ شويه وهوت وبينفول، يعني ممكن يكون بيوجع وبيكون يعني يعني سخن شويه عن باقي الجسم وبيكون مورم. طب الفيكتيمز الضحايا للديسيز ده بيبقوا ابير ماتش اولدر كرونولوجيكالي از السكين اندر جوز تشينج سيميلر تو ايجنج. يعني ايه؟ يعني الناس اللي هم الضحايا المرض ده بيظهروا ان هم في سن اكبر من الطبيعي، يعني هو ما بيكونش هو كبير في السن اصلا، بس بسبب المرض طبعا اللي بيعمله في الجلد ان هو بيعمل لوس اوف الالاستيستي، طبعا بيفقد الجلد المرونه بتاعته، وده بتبقى كونديشن من سيكند اند ريلينكد ابيرنس، يعني بيبقى الجلد طبعا بيكون سيكند اكتر من اللازم وبيبقى فيه ريلينكد ابيرنس يعني مظهر مجعد، فده بيديله زي مظهر كبار السن زي ما احنا شايفين هنا. ده تحسه اصلا ان هو راجل كبير في السن، ولكنه مثلا في الواقع هو مش كبير في السن ولا حاجه، ده بسبب المرض بيعمل كده. تمام، sometimes عامة البيجمنتيشن بتاع السكين تشينجز ممكن تحصل response to الانفكشن اللي هي حاجة اسمها السودة، زي ما احنا عارفين اللي هي بتحصل في اليمن، بتبقى في وان في اونلي وان ليج، بتحصل في ليج واحده، في ليج واحده. السكين عامه بتكون برورايتك يعني هي بتكون يعني يعني فيها حكه وكده، وبيكون كمان دارك وبتكون ثيكند اكتر من اللازم. يبقى تاني كده سريعا، السكين ليجن بيحصل فيها برورايتس حكه، والسكين عامه بتكون سوالون وهوت وبينفول. الفيكتيم ضحايا المرض ده بيظهر ان هم ماتش اولدر اكتر من اللازم بسبب عامه ان بيحصل اول حاجه لوس اوف الاستيستي بتاعه السكين، وبيبقى السكين سيكند وبيكون ريلينكد ابييرنس يعني مظهر مجعد. وقلنا بالنسبه للسوده، السوده دي عامه بتكون في اونلي وان ليج، في رجل واحده، في السكين بتاع رجل واحده. والسكين عامه بيكون برورايتك يعني بيكون مثير للحكه وبيكون دارك غامق اهو، زي ما احنا شايفين ان هو عامه السكين هنا بيكون غامق اكتر من اللازم، ده بيبقى بسبب الهايبر رياكتيف طبعا زي ما احنا عارفين. وبعدين بيكون سكند السكين، بيكون سكند اكتر من اللازم. نيجي بعد كده للانكوسيركوما. الانكوسيركوما دي بتظهر في اي بارت من البادي، ولكن احنا قلنا خصوصا في الحتت اللي هي بتبقى ايه جلد على العظم زي السكال. اوكي، الليمفنود اللارجمنت بيحصل عامه، الليمفنود اللارجمنت هو عامه بيكون نام بينفول، اللارجمنت يعني ما بيكونش مؤلم. وممكن يبقى ملحوظ لانه طبعا بيكون تضخم ده، لو بيبقى ملحوظ قوي لو انا مررت ايدي من على السكين فبيكون فعلا تضخم ملحوظ. تمام، نيجي للدايجنوزز. ازاي انا بعمل تشخيص للانكوسيركوزز او اللي هو الريفر بلندنس؟ اول حاجه بريزنس اوف الكلينيكال مانيفيستاشن ان بيرسونز فروم انديميك اريا، يعني هو جاي لي من انديميك ريجن فعلا، او احنا موجودين عامه في انديميك ريجن فعلا منطقه موبوءه، وهو جايب الكلينيكال مانيفيستاشن الاعراض ظهر عليه، فده نوع من انواع الدايجنوزز. تاني حاجه ممكن اعمل سكين سنيبس. سكين سنيبس يعني انا اخد عينه من الجلد من بره واعمل لها ديمونستريشن وفعلا انا بلاقي المايكروفيلاريا دي موجوده في السكين. تمام، تالت حاجه اسمها السليت لامب اكزامينيشن، ده عامه فحص للعين دكاترة الرمد بيعملوه. وهنا يعني بيحصل ديمونستريشن بلاقي فعلا المايكروفيلاريا موجوده، ده في دي طبعا من ضمن الدايجنوستس بتاعه المرض. انا ده في الاثنين اللي فوق انا بدور على المايكروفيلاريا، التالت ده مميز شويه بعمل اكزامينيشن للسبكوتينيوس نوديول. طب مين اللي كان اصلا موجود في السبكوتينيوس نوديول؟ كان موجود الادلت وورمز. فانا دلوقتي لما انا اعمل اكزامينيشن للسبكوتينيوس نوديولز فانا هلاقي طبعا الادلت وورمز، فده نوع من انواع الدايجنوزز. خامس حاجه وهي السيرولوجيكال تيستس. طبعا السيرولوجيكال تيستس انا بدور هنا على الانتي بوديز، بدور على الانتي بوديز اللي هي بتاعه المايكروفيلاريا دي. تمام، وبعدين عندنا في المازوتي تيست. المازوتي تيست ده حاجه مهمه قوي، بدي البيشنت 50 مللي جرام من الداي ايثايل كاربامازاين اورالي، وبعدين بقى بحطه تحت الملاحظه لمده 24 ساعه. طبعا انا بلاقي عنده بقى انكريز في الاتشنج، ببقى عمال يحك جامد، والسكين ريشز بيظهر بقى بقع حمراء على السكين وكده، وبيحصل لينفيدانوباسي وارسليجيا وفيفر وهيدك، الحاجات دي كلها دليل ان بيحصل عامه تكسير للمايكروفيلاريا. فهو ده نوع من انواع الدايجنوزز، ان انا فعلا بتاكد ان هو المايكروفيلاريا دي جواه، ولكنه خطير جدا. انا يعني هو عامه ما بيستخدمش اصلا، بيستخدم حاجات تانية. بيقول حتى بيقول هنا ان المازوتي تيست shouldn't be used if heavy infection، لو احنا عندنا heavy infection. ليه؟ عشان عليه بقى يعني اذا suspected to avoid severe inflammatory reaction، عشان ما يحصلش استجابه مناعيه شديده جدا ممكن تاثر على الاي. لو انت مثلا لو هي مثلا عنده نسبه عاليه جدا
من المايكرو فيلاريا، فانت مثلا اديته الداي ايسايل كاربامازين فيروح يكسرهم، فهيعمل استجابه مناعيه شديده، فبالتالي انت ممكن البيشنت ده يحصل له عمى وانت اصلا بتعمل دايجنوزس. فالمازوتي تيست اصلا ما بيستخدمش، بيستخدم ايه اي طرق تانية. يبقى سريعا كده دايجنوزس انا ممكن اعمل ايه؟ اول حاجه ممكن يبقى الكلينيكال مانيفستيشن ظهر عليه واحنا اصلا في اوريدي انديميك ريجن. تاني حاجه ممكن اخد سكين سنب، اخد عينه من السكين والاقي فيها المايكروفيلاريا. تالت حاجه اللي هو سليت لامب اكزامينيشن، وده بلاقي فيه المايكروفيلاريا، بفحص العين وبلاقي جواها فعلا المايكروفيلاريا. او ممكن اعمل اكزامينيشن للسبكوتينيوس نيديولز اللي هي الاونكوسيركوما وبلاقي جواها الادلت ورمز. وممكن كمان اللي هو السيرولوجيكال تيستس عشان اعمل ديتكشن للانتي بوديز، ادور على الانتي بوديز. وممكن المازوتي تيست، واحنا عارفين هو ما بيستخدمش لانه بيبقى خطير جدا في الناس اللي هم بيكونوا سيفير انفلام، يعني ممكن الناس اللي هم بيكون عندهم هيفي انفكشن فبيكون خطير عليهم جدا. طبعا هو بيكون عباره عن ايه المازوتي تيست، 50 مللي جرام من الداي ايسايل كاربامازين، يعني بيبقى قرص كده بيتاخد اورالي، وبعدين بحطه تحت الملاحظه لمده 24 ساعه. لا 24 ساعه لقيت بقى ان هو عنده اتشنج وسكين راشز وليمفيدينوباسي وارثليجيا وفيفر وهيدك، بتاكد على طول ان هو فعلا عنده او في الدم بتاعه مايكروفيلاريا. بالنسبه للتريتمنت، التريتمنت طبعا انا ما عنديش تريتمنت معين بيعالج الادلت وورم مع المايكروفيلاريا، يعني ما فيش دواء معين هقول ان هو بيموت الادلت وورم والمايكروفيلاريا، لا احنا بنلجأ ان بنموت مثلا المايكروفيلاريا دي بادويه معينه، والادلت وورم بنتخلص منها بطريقه معينه. اول حاجه بنستخدم الايفرميكتين، الايفرميكتين ده هو دراج اوف تشويس، يعني الدراج اوف تشويس اللي انا بستخدمه فعلا عشان اعالج المايكروفيلاريا او اتخلص منها هو الايفرميكتين ده، بيتاخد سنجل دوز باخده مره واحده. طبعا هو بيكون بيتر توليريتد ان كومباريزن ويز الاذر دراجز زي الداي ايسايل كاربامازين. ده احنا هنا قلنا اصلا في المازوتي تيست، ده احنا حتى قلنا هنا في المازوتي تيست لما بنستخدم اللي هو الداي ايسايل كاربامازين ده بيعمل لي بلاوي جدا لو كان فيه هيفي انفكشن، فعشان كده احنا اكيد ما بنستخدموش كتريتمنت. فاحنا عندنا الايفرميكتين ده هو دراج اوف تشويس وبيتاخد سنجل دوز، فهو احسن بكتير من الداي ايسايل كاربامازين واحسن من ادويه كتير. طب بالنسبه للادلت ورم هنتخلص منها ازاي؟ هنعمل سيرجري للنديول اللي موجوده. احنا عندنا لو اللي هي الانكو سيركل نديول دي بتكون ايزلي اكسسبل اللي هو في مكان عامه سهل الوصول ليه، وهي عامه بتكون كده اصلا، فبنحصل بنعمل سيرجيكال ريموفال كثيرابيوتيك ميجر، يعني اجراء علاجي بناخده عشان نتخلص من الادلت ورم، اللي هو عامه الادلت ورم دي انا لو ما شلتهاش ما هتفضل تطلع لي مايكروفيلاريا، فانا لازم اعمل سيرجيكال ريموفال ليها. تمام. طب بالنسبه للبريفنشن الوقايه، والله انا بعمل فيكتور كنترول اللي هو بسيطر على البلاك فلاي، واللي هو عن طريق ان انا اعمل ديستراكشن كمان للاكواتيك لارفا اللي هي اللارفا اللي بتعيش في الميه عن طريق اللارفا سايدس. اللارفي سايدس دي ليها حاجات بتموت اللارفا. تمام. تاني حاجه عامه بعمل ماس كيموثيرابي اوف الانفكتد بوبيليشن، لو منطقه موبوءه بعمل لهم ماس كيموثيرابي زي ما احنا قلنا بنعالجهم هم الكل. طب تالت حاجه عامه بنعمل سنجل اورال دوز من الايفيمكتين، الايفرمكتين انا يعني هو طبعا احنا عارفين ان هو دراج في تشويس لانه بيتاخد عامه مره واحده، فهو سنجل اورال دوز منه بستخدمها من 6 ل 12 شهر، فهو يعتبر رياستيك كنترول ميجر. يبقى البريفنشن فيكتور كنترول وماس كيموثيرابي وبدي سنجل اورال دوز من الايفرميكتين. في هنا حوالي 3 كيسز يعني عامه بتتكلم عن الموضوع ده، فاحنا مش هنقرا الكيس كلها، هو الكيس بيبقى فيها كلمات معينه بتعرفني ده انهي بارازايت بالظبط وتعرفني الدايجنوز. يعني هنا مثلا الكيس بتقول ان في نديول عامه في الرايت هاند بتاعته، وبعدين هنا في ثيكند رينكلد سكين في الليجز بتاعته، فدي حاجات بتدل على طول اللي بالدايجنوزز على طول هنقول ان هو الانكو سيركيزز او الريفر بلندنس. دي برضو الكيس الطويله دي برضو فيها الكلمات المميزه اللي هو الانتنس بروريتس في السكين، اللي هو عنده حكه شديده في السكين بتاعه، والسكين بتاعه فيه هايبر بيجمنتد سبوتس كتير، دي طبعا علامه مميزه قوي اللي هي دي ويز دي بيجمنتد سنترز. وعندنا هو اصلا عمل اكزامينشن لابوراتوري اكزامينشن ولقى ان فيه مايكروفيلاريا فعلا لما عمل سكين سنيبس، خد حته من السكين لقى فيها فعلا مايكروفيلاريا، فطبعا الدايجنوزز على طول اكيد هو الانكو سيركيزز او الاسم الثاني الريفر بلنتنس اللي هو طبعا البارازايت بتاعه اسمه الانكوسيركاس فولفيوس لو حابين نزود. يعني هنا برضو الكلمات المهمه ان هو عمل بيقول ان هنا ان سليت لاب اكزامينشن طلع تو ارياز من البانكتيت كارياتايتس في الرايت اي، يعني عندنا في منطقتين كده يعني ملتهبين جامد في العين، وكمان قال لك ان هو هي
هي underwent surgical exploration لنديول under local anesthesia، يعني هو كمان شال، كان عنده نديول عامة وشالها تحت تأثير مخدر يعني مش مهم، ولقى فيها ان فيها 12 dead and living living worm fragments، يعني لقى فيها 12 يعني حتت من بقايا ديدان سواء كانت ميتة او عايشة، فده دليل قوي ان النديول دي كان جواها worms، فدي برضو دليل، وكمان دليل ان هو قالك ان adult worms ممكن كانت بي adult nematode worm. ف من الاخر كده يعني هو برضو الانكو سيركيزز او الليفر بلندنس. كمان اسئله بيقول البايلاترال بلندنس از ان انفستيشن اوف ا بارازيتيك انفكشن، ويتش اوف ذا فولوينج از ا بوزيتيف بارازايت، مين البارازايت طبعا اللي بيسبب البايلاترال بلندنس؟ اكيد الانكو سيركس فولفيلوس. تمام، بيقول الانكو سيركيزز از انيماتود بورن ديسيز، ويتش از ذا فولوينج از ذا فيكتور اوف البارازايت، مين عامه اللي بينقل البارازايت ده؟ هو البلاك فلاي. التاني تالت سؤال اللي هو ان الانكو سيركيزز which of the following is the habitat of الادلت ورم، الادلت ورم عامه بتعيش فين؟ اكيد هي بتعيش في السبكوتينيوس تيشو. واخيرا كده يعني يا رب تكونوا فهمتوا يا رب، وربنا يرزقنا جميعا التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.